مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج إليك. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يجتهد الإنسان في الدعاء ليكون له ذرية، فماذا يفعل لذريته أو ماذا يفعل في تربية أبنائه؟ قد يعني يحتار كثير من الناس مثلا في تربية الأبناء، أو يظنون أن فقط أن الوالدين الأم والأب تأتي تربية أبنائهم مثلا على البركة، أو كونهم أنهم أم وأب. يمكن هذا الموضوع نحتاج إلى إحنا باحثين أو أخصائيين فيه. طبعا راح يكون معنا ضيفنا اليوم دكتور خضر البارون، حياك الله أستاذ علم النفس في جامعة الكويت. أهلا وسهلا فيك، أسعد الله مساءك دكتور. الله يخليك يسلمك، وأنا برحب بالسادة المشاهدين أيضا. حياك الله، هلا والله دكتور. طبعا احنا مثل ما تعودنا دكتور في فقرتنا الرئيسية معنا في برنامج إليكي يكون عندنا تقرير ونطلع إن شاء الله نتحاور بعد. خلكم معنا أعزائي المشاهدين في التقرير التالي. أنا إيديمني بالكويت 2 سنة، أنا قدامة. ماما تقول لي شوفي بيبي، شوفي بيبي يدرس، أكلي بيبي، لبسي بيبي. أنا أسوي كل شيء، أنا أتنظف بيت، أنا تخمي، أنا أسوي كذا، أنا تطبخ، أنا أسوي كل شيء. أنا مو ماما، أنا مو تيتشر، أنا مو مربية، أنا خدامة. إحنا إليكم أعزائي المشاهدين. يمكن دكتور شفت في تقريرنا مثل ما إحنا متعودين على التقرير، خادمة تتكلم عن إن هي قاعدة تسوي كل شيء في البيت. نعم. المعزبة تقول لها أنت غسلي وأنت خمي وأنت طبخي وطالعي العيال. نعم. درسوا ولبسوا. نعم. نعم. نرجع إلى نقطة مهمة يعني وجوهرية جدا، ألا وهي تربية الأبناء. صح. يعني مثل ما احنا عارفين بالنسبة للأب والأم في البيت يعني خلينا نقول متعة تربية الأبناء يمكن الحين ابتعدوا عنها كثير، فإحنا محتاجين إن احنا نسلط الضوء على جانب من دور الأم في البيت وجانب من دور الخادمة أيضا في البيت. حياك الله، تفضل. الله يسلمك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد أن أكون معكم. حياك الله في هذا، وإحنا أسعد والله إن شاء الله. ودور الخدامة في البيت مهم جدا، أصبح كل بيت لا يستغني عن الخادمة. صح. لكثرة طبعا مشاغل البيت، وأيضا الأم ما هي آلة أيضا، يعني هي إنسان حتى من قدم الزمان، يعني حتى من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون أيضا شغالات في البيت على أساس يساعدون، لأن أعمال كثيرة جدا وفرضت علينا هذه الخدامة، لأن الأم أيضا صارت تعمل موظفة. تعمل تخرج من البيت، وايضا نواحي اجتماعيه كثيره في يعني بعد حتى بعد التوظيف تبي تروح احتفالات، تبي تروح مشاركات اجتماعيه، تبي تروح زور، تبي تروح طبيب، فلا فرضت علينا ان نكون لنا شقاله في البيت. الان هذه الشقاله اصبحت تدير المنزل بدل الام. يعني مو بس هالشكل، اخذ لها الان عباره عن مظاهر. إيه؟ يعني ان لم يكن عندك 2 3 فأنت بيت يعني، ويمكن بعد دكتور البذخ الاجتماعي يعني اللي احنا فيه طبعًا مثلا يعني أكيد من يعني رواتب ويعني حاله اجتماعيه يمكن بعد فرض عليهم زياده. هذا الله سبحانه وتعالى ميز دوله الكويت بذلك، فلذلك ايش حق انا اتعب فخلي الخدامه. لكن المشكله ان اصبحت ربه البيت يعني تتنازل عن مسؤولياتها للخدامه. وهذا هو يعني هذا احنا اللي بنسلط عليه، هذا اللي بنسلط فعلا ونتكلم عنه. يعني اصبح دور الام هامشيا، يعني حتى الرضاعة اللي هي يعني ما في أحد في الدنيا يستطيع أن يرضع الطفل إلا هي، فالمرأة هذا دورها، دورها الذي أوكل بها الله هو عبارة عن الرضاعة، أصبحت اللي هو يستغل همشت دورها، همشت دورها وعطتها حق الخدامة. يعني هي اللي تعطيها الخدامة رضعت. هي اللي تسوي الرضعة وبتعد تعطيه إياها، فأصبح حتى الحنان لهذا الطفل الذي يسقيه الذي يعني تسقيه من صدرها انعدم، فاصبح الطفل هذا يعني آليا كل شيء. عشان كذي دكتور تلاقي انه يصير ارتباط الطفل مع الخادمه اكثر من الام. بلا شك، يعني تلاقيها يمكن تبوسه يمكن تلمه، ويعني تلاقي الام انه يمكن ما تسوي هالاشياء. تلاحظي في اي موقع في هالمواقع لما يكون الخدامه موجوده والطفل يطيح او يتعثر مع امه وابوه موجودين، يركض حق الخادمه. يعني هو لأن الطفل يريد الأمان، وين يلقى الأمان؟ عند صاحب الحنان.
لا وبعدين يمكن بعد دكتور بعد من كثر التعود انك اليوم هو اللي يشوفها وان هي تصبح بويها وهي تمس بويها يعني يعني انا اعتقد ان يعني الفتره الزمنيه التي تلتقي الطفل الام تلتقي بالطفل هو محدوده جدا جدا صح ولذلك يعني خلينا نقول احنا مشاكل الام والحين 80% 90% من الوقت هو مع الخدامه طلعي برا لعبي معاه درسيه وكلي وكلي تقول لي وكلي وبدلي لها ماما تقول لي وكليني وكلي وكلي البيبي طبعا شربي البيبي نومي البيبي طبعا طبعا صاروا اصبحوا اولادنا هم تربيه خدم يعني عفوا يعني لهذه الكلمه يعني فلذلك اصبح الحنان وين عند 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 الخدم واصبح الطفل ايضا لا يسمع كلام الام انما يسمع كلام الخادمه خدام فلذلك ياتي التربيه تربيه خاطئه جدا يعني اشاهد انا مثلا في المستصف في احد الايام الطفل تعثر الام والابو قاعده بالني والخدامه قاعده في ذاك الصوب ركض راح حق الخدامه هويك فانا عرفت على طول انه هو مهمل من جانب ما في مهمل من جانب الام والطفل يحتاج يعني احتياج كبير جدا الى الامان عواطف. والاستقرار عواطف بعد دكتور بالضبط وين هي الامان والاستقرار هو من العواطف انت اذا تصيرين حنونة على طفلك بلا شك الطفل يلتصق فيك يعني هذه التجارب ايضا في علم النفس عندنا الحيوانات التي تربى مع مثلا بطانيات يعني تفصل من امهاتها على طول اول ما تولد وربونها مع البطانيه تصور يصير لان البطانيه دافيه وملبسها ناعم فيصير هناك التصاق نعم ولذلك تشوفين بعض الاطفال لما يمشون مثلا في اماكن معينه يبقى وسادتها معها يبقى مثلا بطانيتها هذا اللي يصير دكتور فعلا يعني حتى بالسفر ياخذونه معاهم لازم مخده معينه ولا بطانيه بالطبع. معينه تقول لك او دميه او يمكن ما ينقصل يقول لك مده ما يقدرون يقصونه ويصير بانه يعني ما تقدر تفصلها ليش؟ لان هناك هذا الاتصال يعني ما هو الحب؟ هو الحب راحه اتصال لما انا اتصل في الانسان وارتاح فبلا شك اني احبه ولذلك تعشق مو تحب تعشق خدمته او تعشق وسادتها او تعشق فراشه او مثلا اللي هو الحافه فتلاقي لا تستطيع ان تستغنى عنه وفعلا سووا تجارب ان ياخذون هذه البطانيات منهم تصوري هذه الحيوانات هذه القرد اللي تربت بهذه تعصب وتضرب حاله هيجان طبعا وتصرخ يردون عليها البطانيه تهدأ وهذا نفس الشيء الان الحين تلاقي ان الخدامه ايضا تستغل هذا الوضع وتلوت يد اللي هو الاب والام صح ما انت تستغنى عنها الطفل ما يستغنى عنها فاذا هذه بتروح تسافر مشكلة بعد لما تبي تسافر بعد يقول قعدي ايش كثر تبين ازيدك يمكن ازيدك اسبوع هو يدور عليها ازيدك قعده بس يا معود ما يقدر ولدي يعني لدرجه ان انا اشوف ان بعض الامهات تاخذ خدامتها وياها عشان توديها اللي هو الروضه صح وتقول له مو تقول لها انا وياك كان جايبت لك خدامتك اي جايبتها وياك يعني صارت هي الاهم من الام هذا هو صوري بس حق زعلان انت كان خدامتك وياك بهذا الاسلوب يعني شوف مدى التصاق في صار في الخدامه طيب دكتور احنا الخدامه تستقل هذا الوضع في ابتزاز العائله طبعا اكيد زين دكتور احنا خلينا نسلط الحين الضوء شويه على تربيه الام بالنسبه للجنين ناخذ شويه مراحل من مراحل عمر الطفل لعمر المراهقه واهميه وجود الام مع الابناء في هذه المرحله عن وجود الخادمه مثلا طبعا في وهو جنين في بطن امه بلا شك انه يحتاج ايضا الى حنان يحتاج الى راحه نفسيه يحتاج الى 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 اطمئنان نفسي وهو في داخل الام يعني اذا الام تشتغل وتتعب وتكب يعني وتكرف وما شابه ذلك هذا ينعكس على طفل جنين ويطلع الولد يعني متوتر عشان كذا سبحان الله الدكتور يقول لك في كثير من الامهات يقرون قران سبحان الله يقول لك الجنين بسرعه في خلال اول سنوات انه يكون حافظ القران مثلا ممكن ان يؤثر فعلا مو بس هالشكل انا اوريك يعني اذا الام مثلا صارت عندها مشاكل نفسيه مع زوجها او مع الناس اخرين يعني اكو يتني واحده امراه تقول لي انا شوف هذه بنتي شلون عصبيه لان انا يوم كنت كانت حامل لي كانت عصبيه جدا كرهت الزوج لدرجه اني قلت لك حقي انا حامل منه فكانت تضرب مشاعرها كلها انعكست داخل تضرب على بطنها كفخ على بطنها بهذه الطريقه فالاعصاب كلها وين نزلت؟ نزلت على البنيه لذلك تقول من اول ما ولدتها وهي عصبيه عصبيه يعني شوف فيها الاعصاب يعني لو كلمها كلمتين تطيح بالارض وتلتفظ. لذلك لابد ان يكون الانسان وهو في يعني وهو حامل لابد ان يكون هاديا. لابد ان يكون صوته دائما ما يرفع ولا يعصب ولا يعني ينرفز ولا يقلق لان هذا كله يتغذى فيه الطفل من خلال الدم.
إلى هذا الطفل ويتكون ويتشكل بذلك. بعد ذلك عندما يولد أيضا صوري إن ترى في 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 يعني في البداية بالأيام الأولى يحس الطفل باللي هو من يلمسه، من يشيله، من ينظر إليه. هي سبحان الله دكتور، يقولك طفل 40 عيار إنه ليش شالته الأم سكت وليه خلوه مثلا بكى، هو لأنه يشعر بالحنان، يشعر بالدفء. أكيد أكيد بلا شك. فأكيد يعني هو بشاعر. كيف تعودينه؟ بلا شك إنه هو راح يتعود عليه، وكل ما يشوفك كل ما يألف عليك، وكل ما يستطيع أنه هو يعبر. طبعا مع الرضاعة بعد أكثر يكون. يعني تصور طبعا هو ردود الأفعال انعكاسية، يعني الأم مثلا عمرها 5 أيام، تصوري تحطينه براحة إيدك تسندين راسه، طلعي له لسانك عدة مرات ويطلع لسانه. هو ردود انفعال، لكن شوف يعني 5 أيام وهو يتفاعل مع الأم كردود أفعال مع الأم. ولذلك الأم هي مو بس أن ترضع من صدرها، هي حنان، يشعر في طقات قلبها مثل ما كان في بطنه. أنت لاحظ أول ما يولد الطفل حطيه بالسرير، لا تقمطينه، يعني لا تمهدينه، لا تمهدينه، حطيه بالسرير يأخذ وضع اللي كان فيه ببطن الأم. بالضبط، ينام كذي بهذا الشكل، ينام بهذا الشكل، يعني يسوي القرفصاء باللي هو ركبه وإيده بهذا الشكل ووضع له. يعني خلال 10 أيام الأولى يأخذ وضع الحالة اللي في البطن. كان في الجني، في البطن عفوا. في البطن نعم. لذلك الإنسان لابد أن دائما يعني حتى الصوت هو يحس فيه، ترى إذا كان صوتك عالي ينزعج، وإذا كان صوتك هادي يتقبل. ليش الأم تناغي لطفلها؟ علشان تعطيه الأمان، يعني من خلال بس اللي هو الموجات الصوتية هو يسمع. ولذلك كثير منهم يسمعون قرآن، يسمعون موسيقى هادية، يسمعون أشياء يعني طيبة ونفسية حلوة، لذلك تلقى الطفل ينشأ على ذلك. وحتى لما يقنوا له نغم معين ولا شيء خلاص. ليش ما حتى قبل كانت تغني هذه الأشياء؟ الأولولة على قولتي، بالضبط الأولولة. ليش؟ لأنه هو يرتاح لهذه الأصوات. لكن ترى كل الأطفال منذ البداية ينزعجون من الأصوات الشديدة. زين دكتور، تلاحظين لو عمره 2 سنين ويصير صافة الأنذار ما يعرف شو يسوي، يلبد وراء القنفة، يلبد وراء أمه، يلبد، خاصة إنه يبقى إنسان يعني إن يأتمن فيه. لذلك حاجة الائتمان عند الطفل قوية جدا، فإذا كان عند الخدمة شلون أنا هذا اللي بنقوله دكتور الحين. إيه؟ الأم تشيل هذا الجنين وتعطيه حق الخادمة، شفت شلون؟ ينام عندها ويقوم من عندها، وبالليل الخادمة يعني الأم يخالف والأبو ينامون، لأن وراي دوام. والخادمة طبعا هي تشتقي في الياهل كله واحد. إي نعم. فتخيل إذا أنت كأم اللي أنت تعبتي عليه وحملتي وجبتي ما تحملتي بالليل، صح، فما بالك هذه الخادمة ايش بتسوي فيها الياهل؟ نعم. وما تدرين يعني اكو خدمات كثيرا زينين، لكن اكو خدمات طبعا شريرين، يعني ما تدري ايش تسوي. هل هي تعطيه مخدرات؟ هل تعطيه مثلا اشياء سامه؟ هل تعامله بشكل زين؟ او تحقره دكتور على الاقل تلحفه بالليل نايم متكشف مثلاً او شيء مثلا انت تدري ايش قدر هذا اجر؟ انا بس ما اتكلم عن هذا اللي تقول تلحفين، يعني انا ولدي لما ينام ويلا بالليل الحفه والله ايش قدر اجر، لان هذا حنيه. اي طبعا اكيد حنيه للولد، هذا الله سبحانه وتعالى يجرك عليه. لذلك لابد أن هو نأخذ هذا الأجر من أولاده، الأقربون أولى بالمعروف. فأنا إيش حق أروح يعني أدور بعيد وأتبرع دكتور يعني بعد أتصدق. يعني وقت يعني هذا زين التصدق ما شابه ذلك. خلينا نقول مثلا لو مثلا ما في حمل تلاقيهم يبذلون الأسباب أنهم بيراجعون على ما تحمل وعلى ما تحمل صار مينونة. هذا هو زين طبعا يعني بعدين لما يبتي هذا الياهل خلاص تنازلتي مثلا يعني عنه بسهولة. شوف الناس اللي ما عندهم ولد أو يعني ما عندهم عفوا يعني ما عندهم ذرية، وده ان يعطي كل امواله اساس بس يكون هذا بس عشان يقول له واحد ويدعي ليل نهار بس ابي طفل سبحان واحد. سبحان الله، فعشان كذي قاعد اقول الان مثلا سته استغنيت عنهم. طيب وبعدين نفس الشيء دكتور، يعني حتى احنا نقول مثلا اذا انتم مو قادرين على تربيتهم ليش 5 6 7 مثلا ليش خلاص اذا انا ماني قادر اربي اذا انا انس يعني انسق او مثلا خلينا نقول تحديد نسل مثل ما احنا كثير من الدول قاعد تسوي. انا ما احب تحليل النسل، لا انا اقول يعني احنا ما نقول تحليل نسل بس على الاقل انه هو يكبر أنظم. نعم. يكبر شويه أنظم علشان انا اكون اقدر ان انا ابالي. انا عندي مسؤوليات اخرى، انا عندي يعني عندي واجبات اخرى وعندي اعمال وعند ما شابه ذلك، فعلى الاقل من هذا شويه يكبر اي بالثانيه اي بالثالث. من الذريه حلوه وايد يعني الذريه مليون. نعم يعني خاصه عندما يكبرون بتربيه جيده يعني ومسنده. احلى كلمه لما ينادي يعني يما او يبا مثلا، هذا ايش كثر تسوى عند اللي هو الاباء. طبعا اكيد يعني حتى نظره المجتمع تختلف اذا عندك ذريه ولا ما عندك ذريه. هذا هو صح ولا لا؟ كبر الدكتور الحين اللي هذا وراح للمدرسه
نعم. الحين مثل ما قالت من سعد خالد، نعم. ما قالت انت وكلي، انت سأليه درس ولا ما درس، نعم. شوفي طالعيه، نعم. نعم. يعني يا من المدرسه، صح. اكل، صح. بالليل ساعات يدور امه ما يلقاها، وهذا يدور امه ساعات يما اذا الحين وصلنا الى مرحله المدرسه، يعني الحين امهاتنا اول شلون كانوا يربون، اول ما ندش البيت ما نقول وين وينك يا ايوب، لا يقول يما يما من عند الباب، من عند الباب. انا اقول له، يعني اقول له يا شيطان الحين انا اللي واكلك، انا اللي اعطيك فلوس، لا. انا اللي اصرف عليك، انا كذا. الام لها، لان يعني المهم احن طبعا اكيد احن دائما، لان هي تستخدم الجانب الايمن في تفاعلاتها، أيوه. والجانب الايمن هو عباره عن الجانب العاطفي، اي صح. فهي تؤدي، يعني الان الرجل لا يستطيع ان يتحمل اللي هو ان يعمل مثلا ثلاث اعمال او اربع اعمال مع بعض، ما يقدر يتحمل. اما المرأة صح ممكن جدا، لا المرأة تطالع وتغسل وممكن تنظف وتربي وتدرس وتودي وتجيب، ما عندها شغل، يعني ما عندها قصدي، ما عندها اي امتلاع او اي عائق في اداء ذلك. ولذلك الحرمة تستطيع ان تتحدث معك شو هي تعلج، الرجل ما يقدر يسوي كذي، تصور ما يقدر يعلج شو يسمع، يعني بيسمع لأنه خبر يركز على نقطة معينة واحدة، بالضبط. هذا الرجل هو طبيعته كذي. فلذلك الأم يعني دائما يقول انت تحط على الأم كلها على الأم، لأن الأم هي المركز، هي المحور. إذا يعني انهار المحور للأم انهار البيت. فإذا تفخر دكتور، يعني طبعاً بالنسبة لك يعني تفخر في 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 دورها الاجتماعي، نعم. اللي هي ولذلك الرجل دائما عليه أن يمجد ويعظم دور المرأة في البيت. يعطيك العافية دكتور، يعني لازلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين. دكتور طبعا خضر البارون في بيتنا خادمة إن شاء الله بعد الفاصل، خلكم معنا. لازلنا متواصلين معكم أعزائي المشاهدين، دكتور خضر البارون استاذ علم النفس في جامعة الكويت. يمكن وقفنا الدكتور عند ان احنا وصلنا الى ان الطفل دخل المدرسة، طيب كبر شوية الطفل في مرحلة المراهقة، خلينا نقول سواء كان بنت او ولد، ويمكن البنت في احتياج اكثر للام في هذه المرحلة، أكيد. في وجود الخادمة، نعم. تعتقد ان مثلا الحين ان البنت راح تلجأ مثلا حق الام، نعم. في كثير من الاحيان، نعم. او المشاكل المتواجهة، نعم. ممكن وتلجأ للخادمة، نعم. بعد في نفس الوقت ابي اوضح ما يحدث في الخمس سنوات الأولى من التربية للأولاد راح يكون عليه. إذا كانت طفولته سعيدة فمراهقته سعيدة، إذا كانت مراهقته تعيسة تربية خاطئة تربية قاسية فبلا شك أنه راح يعاني وهو كبير وهو مراهق. لذلك لابد أن يكون هناك فن في التعامل. يقول شلون فن؟ لا أنا أتعلم، هناك انترنت، هناك اشياء اليوم دكتور وايد في وايد مختصين قاعد يعطون دورات تدريبيه بالنسبه للاباء والامهات انهم حتى يربون. حتى اذا ما عندك وقت تروحين عندك الانترنت، تلفونك اليوم فيه انترنت، صح. اتصل، ما هي وسائل الحديثه في تربيه الاطفال؟ ما هو السلوك؟ كتب بعد دكتور، كتب وايد في كتب موجوده، يعني اذا يعني هذا بالبيت، لا تطلعين برا ولا اي شيء، هو موجود عندك في البيت، موجود معك في النقال، طالع تلفون استرشد من اللي هم الناس المتخصصين في هذا المجال، ولدي كذا، ولدي كذا، يعاني كذا، يعاني كذا، كيف السبيل الى علاجه؟ فلذلك لابد ان نحصر، يعني دائما نركز على ان تكون مرحله الطفوله سعيده. هذا ما يكون فيها شجارات، أكيد. ما يكون فيها خلافات، ما يكون فيها نوع من النفور بين الزوجين وما شابه ذلك. انا يعني نهيت في قبل شوي بلحظات، قلت يجب على الرجل ان يعظم دور اللي هو زوجته في البيت، لا تغلطون عليها، هذه أمكم مهما يكون، هذه هي رأس المال، هذه هي جزاه الله خير اللي قاعد تعطي وتشقي وكذا. لذلك الأولاد يوجهون النظرة الاحترامية للأم، وكذلك الأم أن تجعل وتعظم دور الأب بأنه هو السيد، هو الرب، مهما يكون، حتى لو كانت أفعاله شائنة، أفعاله سلبية، أمجد فيه، تحسن الصورة طبعا، لأن هذا أبوه، أبو الولد، فلذلك لابد أن يرتقي. هذا إذا الآن أحسنوا الصور للأم والأبو، الآن لو صار في المراهقة بلا شك أن هم يكونون نوع من الإيمج اللي هو نوع من الخيال أو نوع من التفكير بأن شخصيتهم قاعد تتحور. الطفل في هذه المرحلة المراهقة يكون شخصيته، يبحث ما هو عليه وما هو له. بعد يمكن دكتور يدور القدوة، يعني إذا ماكو قدوة طبعا، البنت طالع الأم، وإذا كان الولد طالع الأب. شوف البنات مثلا شلون قدوتهم ممثلات أو ممثلين أو ما شابه ذلك، أو صديقات، أو ساعات يلتصقون بالمدرسة، إيه صح،
اوكي والطفل يتصل بالمدرس تجد عندها حنان اكثر من حنان الام او مثلاً. تجد عندها لحل مشكلتها مثلا اكثر من الام مثلا هذا كمثال على اساس انه نوريك انه يبي واحد كقدوه على اساس يقتدي فيه ليكون شخصيته، لان في هذه المرحله هو يحتار من هو؟ ما هو عليه؟ وما له له؟ فلذلك يجب ان يتعلم اللي هو الامور الاساسيه للحدا في المراهقه تكون شخصيته بحيث حتى تكون مستقبله. شنو التخصص؟ ما هي السياسة؟ ما هو الشيء الممنوع؟ ما هو الشيء المقبول؟ ما هو الشيء المرفوض؟ ما هو الشيء الذي أستطيع من خلاله أن أنمي طاقتي؟ كلها يتعامل في المرحلة. إذا معناته دكتور ولذلك ممكن علينا أن نكون حذرين دائما في التعامل مع اللي هو المراهق، لأن المراهق عبارة عن قوة ونشاط وثورة. طبعا أكيد. لا يقبل الماضي، يريد الحاضر، يريد المستقبل، ولذلك يتبع الموضة. ولذلك يشكل شخصيته باللي هم الاقرانه اللي هم هذول اللي يقزون ما يقزون الاب اذا ممكن انه يدخل في مشاكل ويدخل في متاهات بلا شك. هل ممكن يلجا الى الخادم او الخادمه مثلا انه يفضفض له مشاكل الدكتور؟ اذا 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 ما يعني اذا ما كل الام والاب طبعا او اصدقاء خاصه في المراهقه تلقائه يعني يكون ولاء لزملائه اكثر من اهله. يعني اذا ابوه قال له ايش ما يسوي لك قالوا له زملائه او قالوا له المرفقه على طول ركض، حتى البنت ما تسمع ساعات طبعا اذا ما كانت هناك علاقه جيده بين الاثنين، تسمع حق مدرستها، تسمع من زميلتها اكثر ما تسمع لامها. يعني معناته تقول انت غلطانه، انت علمتيني كذا كذا، انت خلتي لي كذا كذا، وهذا شيء غلط، لابد يعني حتى المعلومه المدرسيه تلانجر عليها. ليش علمتيني غلط؟ المدرس ما يقول شيء. ما يقول شيء صح. انت تقول لي شيء غير ثاني، يبقى نفس الشيء لكن بطريقه اخرى، قالت لا لا لا. اي لان اكيد لازم. لكن ماكو ثقه بين الاثنين في التواصل. دكتور بعدين مثلا خلينا نقول الحين البنت في هذه المرحله العمريه، خلينا نقول في مرحله المراهقه، هي راح تشكل بعدين ام. طبعا. اذا معناته هني لازم انا اتعب عليها. نعم. بحيث ان هي لبنه المجتمع اللي راح تكمل من وراي. فاذا معناته هني لازم ان الام تدير بالها، خلينا نقول. في بمعنى انه لو ان هي كانت مثلا الخادمه معها، خلينا نقول الخادمه زينه مثلا. نعم. في البيت. صح. فاذا ممكن بس بالمراهقه بالمراهقه ما انا قاعد اقول انه ممكن شو تصير مثلا لا سمح الله مثلا تبي تتكلم مكالمات هاتفيه يمكن ممنوعه او شيء او تبي تروح مكان. صح. معين فممكن الخادمه تساعدها بهاي النقطه. طبعا. لان الخادمه ما عندها حس رقيب ان انا والله اقول لها لا هذا خطا ولا ان اقول لها هذا صح. الخادمه من ثقافه غير ثقافتي، من دين غير ديني. طبعا. اذا ما راح تلتزم ولا راح تحرص على الام. يعني اذا العلاقه بين البنت والام مفصوله فالبنت ساعات تعاني من مشاكل، فاذا الام غير موجوده وايضا يعني لا عمه ولا احد ولا اي شيء يعني مثلا من تفرق اللي هو ما في طلبها من من شجون مثلا او من هموم او مثل اكو امهات ترى ما تسال بناتهم يبا اليوم سويت شنو اخذته ولا سويته؟ سويته شنو مشاعرك؟ يعني صدقين المشكله الاساسيه لشبابنا اليوم رقم واحد هو ان ماكو احد يسقي، ماكو احد يسمع في البيت، ما يعطونا اللي هو دور للتعبير، سوري دور للتعبير ما يعطون. اي ابدا ما يستطيعون حتى يتحاورون دكتور، ما يقدرون حتى انهم يتكلمون. يعني احنا سوينا بحث بين الشباب شنو المشكله الاساسيه؟ قالوا ان اهلنا ما يعطونا فرصه للتعبير. ما في حوار. ما في حوار. دائما. اوامر. كل اوامر 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 اوامر، ما في ما تسمع لي. ما تسمع لي. ما عندها وقت، حتى لو كانت تسمع لي فقاعد تقصص، تسوي، تعدل، تركب بالتليفون. بالتليفون، بعد يمكن اجهزه التواصل الاجتماعي بعد اخذتنا شوي زياده. وايد. وايد. عن العيال يمكن حتى هم العيال لاغين والاهل لاغين. الان حتى فقدنا قوه تعبيريه بالكلام بحيث اني انا اشوف الوجه. وتعابيره والابتسامه واللمسه وما شابه ذلك، اتكلم بنتي واقول لها ترى يلا ترى الحين في لا يما القدا خلص ولا لا في الواتساب بالضبط شنو غدانا؟ شنو غدانا؟ هذا لازم هاي شنو غدانا لازم مثلا ها زين او والله يما انا بروح اتاخر انا كذا كذا يعني ما في حوار اللي هو وجه لوجه والتعابير الوجه الوجهيه عشان شي شويه لغه المشاعر دكتور بالضبط صارت شوي الالفه يعني بين العيال وبين الاهل شويه يعني اقل خطا فلا خاصه المراهق اقل خطا ولا هو يكبر ويضخم وكثير هناك شجار ما يحدث شجار ما بين الاب والمراهق او الام والمراهقه فلو غلطوا الابو غلطه واحده هذاك غلط 10 عليه صح طيب دكتور الحين احنا معناته هني يعني احنا شو ممكن نرجع لدور الام وخبرتها التربويه نقول الخادمه مثل ما قلنا احنا
يعني شيء ضروره في المنزل بالله. لكن شلون نحدد دور الخادمه مثلا ونحدد دور الام؟ نعيد لها خبرتها التربويه. نعم. بحيث ان هي تكون قادره على انها تتواصل مع العيال اكثر مثلا، ترجع الى نعم. مهمتها الرئيسيه. طبعا اكيد يعني. وهي التربيه. يعني قد تكون اخطاء تلعن فيها الوظيفه، تلعن فيها الراتب، تقول ليتني انا تردون لي بنتي او تردون لي ولدي وانا مستعد اعطيكم هذا الراتب. تصور بهذا الشكل، تصير اخطاء يعني لا يمكن ان تصلح. أنا اذا اخطات البنت وارتكبت خطا كبير جدا وجسيم بحيث ان ما حد يقدر حتى يرفع راسه من الارض. ف يعني وين التربيه؟ طيب احنا بنحق الام عيل خبرتها التربويه. فلذلك لابد ان تكون يعني الام تكون هي المنبهه، هي تنتبه لنفسها، ماذا صنعت حتى تكون بنتي بهذا الاخلاق؟ او الاب يقول ماذا صنعت لنفسي عشان ولدي يكون بهذا الاخلاق؟ تراكم ناس خاصه المراهقين مخدرات، ضياع وقت طبعا اكيد فيه. وضياع مع الشباب وما بالشباب ومشاكل كثيره جدا. يعني ما حتى يقول والله يقول انا مستعد اعطي اي شيء يرجعون لي ولدي. لا طبعا خلاص هذا اي شيء الحين طفل اكيد طاف الوقت. لذلك بس احنا نقول قبل لا يطوف الوقت دكتور. الان يعني الشخص عمره 50 سنه وايد يعني خذتنا اجهزه نعم. التواصل الاجتماعي نعم. وايد خذتنا نعم. حياتنا الاجتماعيه نعم. لهينا نعم. بالعمل نعم. يعني نعم. لدرجه نعم. انه ممكن صبح وممكن عصر صح يعني صار ما عندنا وقت. يعني احد لاباع عمره 50 سنه يقول ما قد مره لميت ولدي او لميت بنتي او قضبت ايدها او مثلا حطيت ايدي على شتافها او مثلا تداعبت لعبت معه باي شيء. فهل سبي في سبيل الان ان اغير؟ 50 سنه انا ما عملت شيء وياهم، ما قعدت وياه، ما سمعت له، هو كل انا مشغول واركض في مجال شابه. دكتور في مجال يرجع بلا شك في مجال اذا اراده اوف روح بكل ادب وروح يدش على الولد وتكلم معه، او الام تدش مع البنت هو ايضا يدش على البنت ويتكلم. بنيتي ترى ناسيك، ما ادري والله هذت الدنيا. حلو خلينا نقعد مع بعض ونتحدث. ممكن يكون بعد حتى ك يعني من باب يعني خلينا نقول يعني الاعتذار الادبي شويه. نعم نعم. وحتى لو كان الولد غلطان وكانت البنت غلطانه لا تنفجر، امتص هذه اللي هو اخطاء. انا خلاص بعد الحين دكتور على قولت قال طاح الفاس في الراس يعني بالضبط. الواحد شو بيرجع الزمن مثلا بالضبط. بيرجع عليك ما بيرجع تتلاشى بالمستقبل، ولكن انه هو دور يقع عليه. نعم. انه هو الآن. الحين اصلاحي بالضبط اصلاحي. تعال يا معود اخطات ما يخالف، لان اذا قلت اخطات وانت مو ولدي او انت مو بنتي راح يزيد زادت لذلك المشكلة. نعم يعني لابد ترى وظيفه الاب ووظيفه الام هو الدفاع عن الاولاد. صح يخطئون كلنا خطائين، لكن خير الخطائين التوابين بلا شك. فلذلك علينا يا معود ما يخالف اخطات وغلطت وسويت وعملت، لكن تعال خلينا نبدا صفحه جديده. تعال يبا انا موجود عندك، انا هذه ايدي، واللي تبي حاضر، افتح قلبك لي، تكلم معاي. هذا اللي نفتقده يعني الحوار مهم جدا. يبا انت خلاص يبا انا غلط، انا صرت نفتح صفحه جديده. اي نعم انا كنت جاهل في ذلك، ما جتني هذه المعلومه، توني انتبه. فابدا الان، هذا اللي انا قلت له، ابدا الان. تروح من البيت بعد هذه الدوره، تروح البيت تكلم بنتك، تطلع وياها، تقعد معاها في كافتيريا، تقعد معاها في مثلا مطعم، تقعد فيها معاها مع المنتزه. وبعدين دكتور خلاص يعني شوي احنا مثل ما قلنا من ساعه، يعني احنا قاعد نعم. نركز على دور الخادم او الخادمه في البيت. طبعا هني تشيل ام الخدامه نرجع. ايوه نعم. يعني نخلي المهام اللي يعني بالنسبه لي للخادمه لها نعم. يعني نعم. وبالنسبه نعم. للمهام، هل في توافق بين دور الاب والام في تربيه الاولاد؟ يعني هذا مهم جدا. اذا لم يكن هناك توافق فهناك تضارب وصراع. فإذا مثل ما قلت يعني مساء انه لازم ان انا اعزز من دور الاب، وان انا يعني ارفع طبعًا من شانه طبعا، وارفع ايضا من شانه موجود. اي وارفع ايضا من شان الام لهجب ذلك، لا اركز على الخدامه ومثلا اناجر الاولاد واقول لهم ها اي انتم تربيه خدم، لان امكم ناسيتكم، امكم مهملتكم. هذا خطا. اقعد انا مع زوجتي بدون لا يسمعوني، اي خلاف بيني وبين زوجتي اصك الباب الحجره علي عشان لا ابين اني انا قاعد مختلف مع زوجتي، اتناقش معها واتحاور معها بدون ان يسمعون، لان طبعا كل كلمه محسوبه عليك ترى، وكل كلمه هي تقولها لك محسوبه عليها وراح تلصق. يعني ساعات المراه تعطي صوره خاطئه في التعامل مع الرجل، ولذلك هذا عندما تتزوج البنيه
تتعامل وتتصرف نفس تصرفات الام، لان هي تقول عشان كذا نمسح اللي قلنا لا ينفع في فتره المراهقه، اذا لازم انا اتعب على البنت لان هي اللي راح تكون بعدين تواصل معي. تعطيها صوره عن كيفيه التعامل مع الرجال، فانا قاعد اتعامل يعني كانك تقول لي والله ما تنفع الطريقه الوحيده للتعامل مع الرجال بهذه الطريقه. وكذلك ايضا الولد ممكن ان يتعلم بهذه الطريقه على اساس ترى اذا انت تزوجت مثل ما انا اتعامل مع امك انت تتعامل مع زوجك. صح، وهذا اللي نشوفه. هذا خطا. هذا كبير جدا. يعني نشوف فعلا يعني على قول تلقى في المثل المصري اللي بالادرع على فمها تطلع البنت اللي على الماء. فيعني مثل ما تعاملت الام اذا كانت بتعامل مع بشراسه مع الاب، نفس الشيء راح تكون البنت انها باكر للزوج ما تحترمه وممكن تعلي صوتها. ليش عندنا نسبه الطلاق عاليه؟ صوري عاليه جدا نسبه الطلاق. تقول واحده ذاك اليوم احدى يعني المختصات في هذا المجال تقول اكو ما يدوم يومين، انا اليوم بلشت بعد يومين اطلق. اعوذ بالله. صوري ما يدوم يومين يعني في بعضهم طبعا، ويعني سوء اختيار طبعا اكيد ينكشف بعد الملكه ينكشف. وعشان كذي دائما يمكن دكتور ان احنا يعني بالنسبه للخطبه او بالنسبه للزواج انه يبحثون عن الام والاب اللي مثلا ملتصقين مع ابنائهم، هم في تربيه يعني هم قائمين على تربيه الابناء. طبعا اسال يعني واتعرف واشوف، وايضا لابد ان اترك مجال للتعارف بين الاثنين حتى تستقر، اللي هو لان طبعا انت الحين انت بتروح انت تبلشين او شيء من هذا، فما يعطونك الا الصوره بس أكيد المتضخمه. إيه طبعاً أكيد من الجانب الايجابي، صوره حسنه للشيء اللي قدامه. بس نعم طبعا نعم اليوم قاعد اقول لهم راح تشوف اليوم قاعد اقول حق الطالبات، يعني الام اللي بغت تصف بنتها لمثلا الناس اللي بيخطبونها، فاذا ذيل متدينين فتقول بنتي ما تترك السياده. دكتور انا يوم خطبت حق ولدي قلت له ترى انا ازوجه، بس طبعا انا ما ادري عن ولدي شيء لانه يعني معاي لا يعني انا معاي شيء لكن باكر في الحياه الزوجيه شيء ثاني. فاذا انا ربيت وتعبت وكبرت، فاذا انا ربيته على الاخلاق وربيته على الفضيله، فاذا معناته انتم تعلمون من هذا يعني من هذا المنطلق او من هذا المنظور. فاذا انا اذا يعني كون الام والاب مثلا متصقين في ابنائهم يطلعون معاهم يربون، اذا هني صح. انا اعول على ان شاء الله فيهم بذره طيبه. صح. فاذا انا مو اخليهم حق الخدم يربونهم وبعدين اقول انا والله صارت مشاكل وصارت مثلا خلينا نقول يعني انا ترى اذا المراه فقدت دورها في البيت ففقدت كثير من شخصيتها في البيت يعني. اوكي؟ يعني المراه الناجحه في العمل لابد ان تكون ايضا ناجحه في البيت. في بيتها. ان لم تكن ناجحه في البيت فهي فاشله في العمل. يعني مع الاجتهادات مع الاشياء اللي تطلعها في العمل لكن انا اعتبرها فاشله لان مهنتها الاساسيه لغتها. بالضبط لغتها. طيب دكتور احنا في اخر يعني دائما المراه التي تركز على عملها وتترك اللي هو بيتها هذه المراه خاطئه. في اخر دقيقتين دكتور نعم. تلم لنا الموضوع كذي وتقول لنا دور الام ودور الخاتمه كذي. نعم 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 بلا شك للمشاهدين نعم. ان شاء الله بلا شك ان دور الام اساسي في البيت وهي العمود وهي المركز الاساسي التي يلف كل الاسره ويربط الاسره. انا اقول ساعات الاولاد مو زينين، ساعات الاب مو زين، انت يجب ان تكون زينه. اول شيء اهتمي في نفسك لان اذا انت مريضه لا يمكن ان تؤدين عملك. فاهتمي في نفسك، انا ما اقصد مرضك. لا لا يعني لا طبعا الخلل يعني اذا انت مثلا عصبيه، اذا انت متشائمه، اذا انت وسواسيه، اذا انت حاقده، اذا انت محتره واعصاب، اذا انت وسواسيه. وكم واحد عندها بالعيال مثلا كله ينعكس عليهم بلا شك. فيجب ان تتخلصين من هذه. اذا انت فوضويه، اذا انت دائما نجريه، هذه كلها راح يتعبك. اذا انت قلقه جدا راح يتعبك. هذا التعب لا يمكن ان تخدمين فيه. يبلش اول شيء خدمه لنفسك، فلذلك عليك ان تغتسلين هذا كله، تخرجينه من اللي هما في قلبك من هذه الامور، وتحبين نفسك مو تقولين مالت علي. لا، قل الحمد لله الله اعطاني هذه القدره اني انا استطيع ان اخدم الناس الاخرين. واعظم نعم. واعظم جتني احدى النساء تقول لي لا 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 تحاكي امي هي ايش. قلت لها اذا انت مرضتي لا تستطيعين ان تخدمين امك، فاهتمي في نفسك اولا، لا تقولين اولادي. اهتمي. اقول حق ايضا الامهات، انت متزوجه الاب وليس الاولاد. فالاب هو الاولى من الاولاد، دائما اهتمي في ابوه. لان هذا ينعكس على الاولاد. على الاولاد صح. هذا ينعكس على الاولاد.
إذا أبوهم مو راضي الأولاد أيضا ما راح يرضى. إذا نقول دكتور الأم مدرسة إذا عدتها عدتها شعبا طيب العراق. أكيد ولا تعتمدين على الخادمة. طبعا كل الشكر لك دكتور فضل البارون أستاذ علم النفس في جامعة الكويت. الله يسلمك. فعلا لقاء مثري وإن فعلا دور الأم له يعني أهمية كبيرة. الخادمة لا يقل عن يعني أهمية في دور داخل البيت وإنما لمهمة خاصة جدا. كل الشكر لك دكتور عساك على القوة إن شاء الله. لازلنا معكم أعزائي المشاهدين خلكم معنا في فقرتنا القادمة. أحسنت. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد فقرتنا الأولى ومثل ما تعودنا في فقرتنا الثانية في الحقيبة النسائية نطلع معاكم هذا التقرير وراجعين. ما لذ وطاب من الأطعمة طبعا شيء في التقرير وشيء قدامنا ما شاء الله تبارك الرحمن. تسلم إيد أختي حنان سالم حياك الله وسعد الله مسائك وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج إليكي. طبعا حنان سالم ضيفتنا يمكن حنان سويت مشهورة فيه أكثر. حياك الله أختي حنان. الله يسلمك. طبعا مثل ما شفنا في التقرير ومثل ما شفنا ما شاء الله على الطاولة العامرة تسلم إيدينك إن شاء الله. الله يسلمك. أختي حنان ما أدري يعني تكلمينا شوي عن مشروعك وبداياتك. بداية أحب أشكر قناة الكوت على الاستضافة الحلوة والله يوفقكم إن شاء الله. إنزين وبداياتي كانت مشروعي على الأهل وزميلاتي بالدوام كنت أسوي لهم أطباق متنوعة إنزين وأذوقهم وكانت تعجبهم طبعاً بعدين تشجيعا منهم و يعني مثل ما كانوا يقولوا لي إيه سوي حلوة فقلت لهم عدل مسختوا إيه؟ الأطباق مو بلاش فقالوا لي سوي يعني سوي لك مشروع شيء خاص بالطبخ ما دام انت متخصصه يعني وتحبين هالهوايه يعني هوايتي انا احبها الطبخ من زمان يعني حنان كنت يعني ايه احب المطبخ انا بعد احب الطبخ اي والله ما شاء الله الطبخ يعني مثل ما يقولون نفس ايه؟ يعني اكيد نفسك كان يعني عجيب لا اله الا الله تبارك الرحمن مثل ما شفنا احنا يعني هاي بالصور ومثل ما يعني ضقنا بعض الاطباق شويه ايه؟ بس بعد شويه راح نقضي عليه ايه ان شاء الله لازم. اختي حنان يعني مثل ما شفنا احنا دائما في برنامج اليكي نشجع المبادرات النسائيه في الحقيبه النسائيه كون انه يعني الانسان حلو انه يكون عنده هوايه ويمارسها ويستلذ فيها. فانت مثلا مثل ما شفنا احنا كبدايه اكيد يعني واجهتي بعض الصعوبات او مثل ما بديتي يعني
مو على طول يعني مثل ما شفنا سويتي هذه الأطباق كلها كاملة أو شيء، شلون درجتي يعني مثلا في هذا المشروع؟ هو بداية بديت أول شيء أني أسوي أطباق يعني على أهلي بالزوارات، وهذا أني كنت أودي معايا أودي لهم وهذا يذوقون وكان يعجبهم، وهم زميلاتي يعني بالدوام كانوا على طول يعني يمدحوا لي يعني بالأكل وهذا، وقمت بعدها والله سويت لي يعني على طول. وسويت لي مطبخ يعني كامل؟ اي اي سويت لي كل شيء. عندك بالبيت؟ اي. وشلون استعدادك بالنسبه للمطبخ؟ جهزته كله والله. طبعا بس اكيد. اول مره قلت يلا خلينا نجهزه ونشوف. مثلا يعني شنو جهزتي فيه؟ جهزت يعني حطيت سخانات مات بوبيه، جهزت حق اللي يبي يطلب مني بوبيهات وهذا، وعندك جهزت يعني الافران وكذي يعني مثل الافران تحتاج اكيد يعني كله كميات كبيره. وسويتي لك يعني مثل ما انا شايفه كاتبه انت عليه حنان سويت وكذي، يعني هل خليتي لك مثلا شعار معين وابتديتي تسوي لك مثلا لا الشعار للحين لانه ما مداني عرفتي، فكنت اشتغل اول شيء يعني عن طريق بيتي وكذي وهذا، ويعني الناس اللي يعرفوني كذي كانوا يطلبون مني يطلبون، فصار للحين تقريبا سنتين من دخلت بالانستغرام وهذا وانستغرام يعني فعال معك يعني اجهزه التواصل الاجتماعي. اي اي ممكن تنوين عنا اذا تحبين يعني اختي حنان بالنسبه حق انستغرام كذي، يعني ممكن حتى مشاهدينا يعني اذا كانوا يحتاجون مثلا. هو حنان بالانجليزي حنان.com بعدين سويت حنان ايه حنان.com سويت يعطيك العافيه. إيه. طبعا مثل ما شفنا اختي حنان يعني يعني استعدادك بالنسبه للاطعمه او الاغذيه، يعني دائما نعرف انه يعني مثلا في ناس فيهم سكر، في ناس فيهم ضغط مثلا، هل انت تحرصين على ان اللي يطلبون من عندك مثلا يعني هم يقولوا لك يحددوا لك الاصناف مثلا اللي يبونها بالملح مثلا بالحلا او شيء؟ اي انا دائما اسالهم مثلا يبونها سبايس يبونها كذا، مثلا ايش كثر ملح، مثلا عندك الجيمات يعني ساعات الجيمات عجيبه ساعات يطلبونها جدتينا على رمضان اي فيطلبونها مني نص ونص، فانا اليوم سويتها لكم نص ونص. زين شلون تصير نص ونص؟ يعني شلون تصير سويت نص ونص؟ لا يعني الشيره مالتها ما اكثرها وبعدين انا يعني احشيها يعني اي اكون احشيها لهم وهذا قلل اي قلل. زين وهل تلتزمين مثلا في السعرات الحراريه يكون مثلا انه يعني في بعض الناس مثلا دايت او يعني مسوين حميه او شيء على اساس انه يعني عارفه يعني خلينا نقول يعني كل وجبه غذائيه لها سعرات حراريه معينه يعني؟ لا والله. ولا ما تلتزمين ما له شغل بس على الطبق؟ اي على الطبق على الطبق. وبالنسبه لك الحين يعني في لك موردين مثلا من شركات تتعاملين معاهم بتوريد مثلا يعني انواع معينه من التجهيزات؟ لا والله للحين ما في، بس يعني تطلعش للسوق بروحك يعني بروحي انا كذي. وشنو اكثر شيء تتميز فيه حنان يعني؟ هو الورق العنب والملفوف. يا سلام ورق العنب يعني اول ما بديت اول ما بديت بالورق العنب والملفوف، فلي يومك هذا ما شاء الله الطلب طبعا، وما شاء الله يعني حتى الكيكه هديتنا اياها اليكي يعني تبارك الرحمن ما شاء الله ما قصرتي اختي حنان فعلا فعلا يعني اي والله عنوان الحلقه صار على الكيكه، ففعلا مشكوره يعني اختي حنان ما قصرتي يعطيك العافيه. طيب اختي حنان بالنسبه لك انت يعني عندك مينيو مثلا توزعينه على يعني صديقاتك ومثلا من اهلك على اساس انه يعرفون مثلا الاسعار، يعني قائمه اسعارك في متناول الجميع؟ اي المنيو عندي بس شكلي نسيته ما جبته معي. لا عادي ما في اشكاليه. أيه. بس ممكن يعني هم انت في عندك منيو؟ يعني عندي منيو وعندي انا بعدين بالانستغرام كل شيء حاطه يعني محددة. كل وجبه وسعرها محطوط. طيب شلون يعرفون عدد الاشخاص ان هذا يكفي هالكثر اشخاص او شيء؟ هم يسالوني عن طريق الواتساب. اي لان انا اتصال هاتفي ما اتلقى منهم ولا ارد، بس عن طريق الواتساب اكلمهم وهذا وتقوم معي. صعوبات حنان؟ اي في صعوبات وايد. مثل مثلا يطلبون مني واجهز الطلب وهذا تلقينا مو بالكويت برا الكويت. ما يقولوا لك يعني مثلا؟ اي تخيلوا خط كويتي يعني اللي مكلمني خط كويتي عن طريق طبعا الواتساب، لان انا قالت لهم اتصالات ما تلقاها. زين طيب انت عن طريق الواتساب مثلا ما تاخذين عربون او شيء يعني بحيث ان انت تكونين قادره على ان مثلا تعوضين على الاقل قيمه يعني المواد الخام اللي انت قاعده تسوين فيها على الاقل؟ لا والله بس الحمد لله يعني ما يتم على طول، مثلا حتى لو يكنسل شخص على طول يتصلوا لي يعني امشي ما اخلي. انزين يعني معناته انه يعني ما تقدرين تتحققين من يعني صدق الطلبات اللي يطلبونها من عندك؟ اي وايد وايد صار معي هالسالفه. زين وغيره بعد؟ حتى المندوب عندي يوصل الاكل لعندهم للباب
مثلا يطلع الابو لا احنا مو طالبين، منو قالك طالبين؟ وانا مسجل عندي الاوردر وهذا عندي فواتير وكل شيء يعني حاطه، بس الحمد لله سبحان الله بعد عدت. اي أيوة والله لازم، اي سبحانك لازم، ما أيوة ما في مشروع خالي من يعني من يعني المجازفات على قولة القايل، أيوة او مثلا انه يعني يكون في صعوبات، بس حلو ان الواحد مثلا يتعلم، يعني مثلا اذا انا مثلا هذا الرقم ممكن احط عليه بلوك او شيء، إن انا عارف انه مثلا لو طلبوا مني ملاحظات تحطي ملاحظات. اي احط. وطيب بالنسبه حق يعني خلينا نقول المندوب عندك يوصل مثلا، في ناس الحين طلبات تقول كم بعد يعني، يعني غير سعر الوجبه يطلع ايضا المندوب بسعر. اي هو هذا مال الشركه اللي اتعامل معاه، شركه عيان فتعامل معاهم، هو ياخذ يعني لمن اي عمولته، هو ياخذ التوصيل هو يعطيه. وزبون عارفه ان انت عندك يعني عمول على الطلب. اي وبعد غير السلبية مثلا صعوبات واجهتك ممكن؟ بس هذه الصعوبات بس. اي والله. طيب ممكن ساعات انت مثلا لا سمح الله سويتي واخترب ما طلع لك المضبوط، سبحانك يا رب يصير برن وقف او اخترب او سبحان الله احترق، يصير عندك؟ هو امبلا يصير عندي، بس على طول يعني اضبط يعني احط لانك شاطره. اي يعني على طول امشي سبحان الله. هذا هو لازم، ما في يعني مشروع من غير صعوبات. طيب تعاملتي مع اعراس حنان؟ يعني يطلبون منك يعني وليمه مثلا بوفيه كامل باعداد كبيره؟ لا تعاملت مع اعياد ميلاد واستقبال مستشفيات، كنت اسوي لهم مستشفيات يعتبر بسيط بالنسبه يعني حق يعني كاحتفال او حق عرس. اعراس لا ما استقبلتي حفلات اعياد ميلاد وهذا تقريبا كامل. يعني العدد اكثر عدد سويتي؟ والله ما ادري وايد يعني يوصل لي 50 60 كذي شخص تقريبا 60 شخص مقدور عليه ان شاء الله عقبال ما يصير 100 150 شخص، لان اكيد يبي له استعدادات اختي حنان بالنسبه حق يعني تجهيز الطبخ. بعدين على اساس انه في اشياء لازم تحتاج الى ثلاجه مثلا او فريزر، اذا انت كنتي من انواع الحلويات انا احب فريش، فشلون توصينا حق الزباين على اساس انه يكون فعلا مثلا اذا كان مناطق بعيده شويه وطالبين منك كون هذه الحلويات تحتاج الى مثلا ثلاجه او مكان بارد او شيء؟ هو من نفس اللي يتعامل معاهم مثلا هو يسالني يقول لي اذا ساخن او بارد هم يجهزون من عندهم. يعني حلو بعد المندوب يعني يساعدك بهالشيء. اي هم تمام. يسالني دائما يسالني طبقه ساخن ولا بارد، يعني معناته مختصين يعني بهالشيء. هم مختصين عشان كذي، فلانه يعني انا يعني اشوف انه في طلبات يعني توصل لمناطق بعيده يعني مثلا حتى يعني مثل ما نقول مثل احنا اجهزه التواصل توصل يعني كل الكويت، فمعناته اذا ممكن يطلبوا منك حتى يعني مثلا من الجهره او من الاحمديه يعني مناطق بعيده، فاذا تحتاج الى انك تحافظين على سخونه الطعام مثلا او بروده الحلويات مثلا خلينا نقول. هو عن طريق هذه الشركه. طيب مره من المرات وصلتي وانكب او شيء؟ مره لان الشركه اللي يوصله ما ادري يعني لانه هو يدفع لي، عرفتي يدفع لي وهذا وهو يوصله هناك يحاسبهم ما يرد لي مره ثانيه يعني عشان كذي. اي فما ادري اذا واجهته هو او هذا، بس على طول يعني يشكروني ما سويتي دورات تدريبيه اختي حنان بالنسبه حق يعني اللي مثلا يرغبون في انهم يتعلمون الطبخ او شيء؟ والله حاليا قاعد افكر فيها اني مشروع حلو. ها اي والله هم طبخ وهم دورات. اي والله حلو، لان تدرين في وايد مثلا اذا كان عجبهم الاكل تقولش مثلا اعطيني الوصفه، ما تقيم ان انت مثلا صح. يعني انت عندك يعني كمشروع وانت يعني هذا رزقك او له مردود مالي، لا تبي مثلا تاخذ الوصفه تعطيني وصفاتك؟ انا بوصفاتي اعطيها بلا عادي، بس هم يطلبون مني. اي لان سبحان الله نفسي صغير صح. اي يطلبون مني يعني فعلا نجرب وهذا بس ما يضبط. واحلى شيء تحبين تمارسينه في من الطبخ غير ورق العنب والملفوف؟ حاليا عندك طبعا هبيت هبه بالبسبوسه والمولتن وهذا اكثر شيء الحين ما لحقت اسوي. يعني انت تسوين حتى اشياء قديمه بعد حنان؟ يعني اشياء مثلا خلينا نقول الكويتيه القديمه واشياء مثلا خلينا نقول الحديثه مثلا التشيز كيك وانواعها كذي ما قاعد تقولي المولتن وهذيله، هذه اشياء كلها يعني جديده. هذه كلها اي جديده وهم اسوي حق مثلا اللي فتره انفاس شيء اسوي لهم يعني اكلات في اطباق معينه مثلا خلينا نقول ايطاليه مثلا فرنسيه يعني مثلا جنوب شرق اسيا يطلبونها او شيء؟ في يطلبون مني الريزيتو والعيش الايطالي هذا يطلبونه مني اسويه. حلو يعني في اطباق يعني عالميه. اسوي كوردن بلو. اسوي يعني الستيك كوردن بلو.
فيعني معناته انت راضيه كل الاذواق مثلا سواء كان عالميه او محليه حسب طلبهم. انا مو كل شيء منزلته بالانستغرام. طيب شلون يعرفون اذا انت مو منزله كل شيء بالانستغرام؟ هم يسالوني يقولوا لي سوين كذي، فانا امشي على حسب طلبهم. يقولوا لي سوي لنا مثلا، يطلبون مني ستيك كذا كذي سوي. طيب معناته اذا انت قاعدين تتواصلين معهم بالواتساب يعني حنان، معناته اذا راح ياخذ من وقتك بعد الواتساب صح؟ اي وايد. عندك احد يساعدك؟ انا زوجي معي. حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة. يعني على طول الرجال لا يعلى عليهم في الطبخ. لا ما يقصر، على طول معاي، هو اللي ابتكر لي الكيك اني الله. اكتب. يعطيه العافيه ان شاء الله. تحيه له. اي والله فعلا يعني يمكن الرجال لهم نفس يعني خاص في الطبخ. يعني انا واحد من الناس، زوجي يعني متعته المطبخ. فيساعدك ويعطيك اراء يعني، ويمكن لما على قولتك قال يخبص لك الاشياء هي تطلع لك الاشياء الحلوه. انا كذي انا اجرب قريبي. هل ابتكرتي طبق مثلا ما كان موجود ومن الاشياء مثلا وصار عندك هذا الطبق؟ اي اقول لك اجرب انا اسوي اكلات وكذي وهذا واعطي هو يذوق. طبعا اهم شيء هو يذوق، ما يخاف هو يتسمم. هو يقول لي عادي يلا جربي فيني بعد من عندك. والله ويذوق وهذا ويقول لي يعني هو بعد بالاكل ذوق يعني يعرف. اكثر الرجال ذوقين في الاكل. فعلا يعني انا يعني اقول بالنسبه للطبخ يعني هو النفس شلون صاير، ان انت يعني رغبان في هذا الشيء اللي انت قاعد تسويه بمتعه، اذا هو راح ينعكس على الناس. اذا قاعد تسوينه وانت قاعد تبتسمين او انت مثلا فرحانه انك انت قاعده تادين هذا الشيء، فينعكس فعلا على هذا الطبق، تلاقينه انه لذيذ يعني يكون، او مثلا خلينا نقول يعني يعجبهم، وبالتالي انهم يقبلون على اطباق حنان سويت. طبعا حنان بعد ما قصرت وهم جابتنا بعد قهوتها وياها يعني هي وحلوياتها، عساها على القوه ان شاء الله. استاف بعدين. بالعافيه عليكم. الله يعافيك ان شاء الله. اختي حنان ما ادري بالنسبه لك يعني اذا يعني اي احد مثلا حاب يعني يكون عنده مشروع، وخصوصا الطبخ يعني مثل ما شفت انا انه يبي له تكلفه، يبي له استعداد، يبي له يعني بذل مجهود وصبر، لان يعني بعض الطبخات تحتاج الى وقت طويل شويه على ما تسوينها. شنو ممكن انت تنصحينه مثلا في خلال دقيقه عندك؟ اول شيء قاعد يجرب على نفسه واهله الاكلات وهذا، واذا يعني مشى فيهم يقدمها حق الناس. فانا جربت والله وايد جربت فيهم، يعني قبل هذا كنت اجرب اكلات كذي اسوي كذي. تقطين شيء مثلا بالزباله يخترب عندك؟ منو؟ يعني مثلا انت سويت الطبق وطلع مو مضبوط يعني، يعني مثلا تكررين على ما يعني يضبط معك الطبق مثلا؟ ايه بلا ساعات ايه ساعات ما يضبط. ايه لان انا في واحده عارفه تقول لي كنا نسوي ونقط بالزباله، نسوي ونقط بالزباله لحد ما يطلع يعني تطلع لنا الطبق اللي احنا نبيه. لا انا شوفي ساعات من اول مره تطلع معاي يعني انها تضبط. سبحان الله. عرفتي؟ ايه حتى وتسجلين على طول المقادير؟ ايه قبل لا اسويها اكون مسجل المقادير واسويها. إذا ضبطت خلاص أمشي على المقدار اللي عندي. وساعدتش أجهزة التواصل مثلا الآيباد تخزنين فيه مثلا وجباتك أو الوصفات اللي أنت تسوينها والصور؟ كلها أخزنهم. حتى حلو قهوة أسوي وهذا. ما شاء الله مبين لها تبارك الرحمن يعني. إحنا اليوم استلذينا طبعا في أطباقك. للأسف ما في حنان، واستلذينا في طبعا وجودك معانا. عساك على القوة إن شاء الله. طبعا شاكرين لك وجودك معنا في برنامج إليكي، إن شاء الله منها وللأعلى، وعبال ما يصير عندك إن شاء الله مطبخ يعني عالمي إذا الله أراد إن شاء الله. كل الشكر لك أختي حنان سالم، وطبعا كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين إليكي. إلى اللقاء في الأسبوع القادم، تصبحون على خير.